والله احنا مطالبنا بسيطة جدا جدا، ابسط حقوقنا هي حصولنا على الكهرباء، والكهرباء هو عصب الحياة. بدون كهرباء ما فيش مية، بدون كهرباء كيف بنعالج كورونا؟ كيف بنعقمه؟ كيف بنغسله؟ كيف بنعيشه؟ حرام عليكم يا قادة الدولة، يا أصحاب القرار، يا أعضاء النواب، نواب الدولة، كيف ناسينا مرة واحدة؟ أنتم ما تفكروش فينا، في الليل يظهر علينا الضي، في نقعدوا في كآبة، نقعدوا الأكسجين يغيب علينا، الصغيرين يعيطوا، ما يجيش هذا، التفتونا، اشبحونا، راعونا. هذا لا يطاق، هذا شيء لا يطاق، هذا اسمه الموت البطيء. لا كهرباء ولا مية ولا سيولة ولا أدوية ولا رواتب كويسة. أنا متقاعدة معاش 450 جنيه، مش طالبة منكم شيء، نبي مية ونبي ضي، ما نبيش 450 زاديني، إن شاء الله ناخذ من أحبابي وأصحابي. لكن أنتم دولة لازم تفكروا فينا، أنتم نسيتونا بكل، ما عادش تفكروا فينا بكل، تفكروا إلا في نفوسكم، إلا في وصاركم، إلا في رواتبكم، إلا كيف هكي؟ هذه مش حياة، هذه مش حياة. صفقنا لكم وغنينا لكم ورقصنا لكم وطورة 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 وطورة، قعدنا نراجعوا 10 سنين، نراجعوا والطورة شن بيعطونا؟ شن بنستفيدوا؟ شن بيبحبحوا هانا؟ شن بنعيشوا؟ كيف؟ هذا بصراحة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سراج اشبح لنا، يا سي محمود سيال اشبح لنا، يا خالد المشري اشبح لنا، رانا خلاص انتهينا، فاض بينا الكيل، فاض بينا الكيل، لا مية، لا كهرباء، لا سيولة، القمامة معبية، وزيدهم كورونا، زيدهم كورونا، الكمامة بفلوسها، الجوانتي بفلوسها، منين بنلقوهم الفلوس احنا؟ ما نقدروش نوقفوا في الطابور المصرف يا خاطر الكورونا. ومن غير موضوع الكورونا موضوع الكهرباء، هو موضوع الكهرباء غطى على الموضوعات كلها. ويجوا يتكلموا الاخوه في الاعلام، مستحيل يتصلح الكهرباء، مستحيل تتصلح الميه، هذا موضوع صعب. يصعب عليكم انتم دوله، كيف يصعب عليكم صيانه الكهرباء، صيانه الميه، صيانه رفع القمامة؟ الحمد لله احنا ليبيا ما شاء الله، احنا بلاد غنية بفلساتنا وبقسمنا. أزمة النفط توا تنحل، قداش بتقعد أزمة النفط؟ عام اثنين توا تنحل. لكن شوفونا يا ناس، يا ناس احنا كبار راهو بنموت، وراهو راهو شن مازال، أنا عمري 70 توا، ممكن مازالي 5 6 سنين، عيشونا في رفاهية، بحبحوا هانا، زيدونا في المعيش، ناكلوا كويس، والكهرباء علينا. لكن هيك راهو والله يعني نتأسف على اللي صاير، نتأسف.